تهدف زيارة أمينة الدولة في الإنتاج لحيواني فاطمة كوت بي إلى مراقبة وتقييم المرحلة الثانية للتطعيم ضد مرض جدري المواشي والأمراض الأخرى. وقد عقد لقاء مع الأمين العام لولاية الشرق الأوسط أحمد تيجاني حماد، حيث تحدث عن أهمية التطعيم. وأكد تيجاني حماد أن ولاية الشرق الأوسط بها عشرات الآلاف من رؤوس المواشي. وفي لقائها مع فرقة المندوبية الولائية للإنتاج الحيواني بولاية الشرق الأوسط، قدم المندوب الولائي شرحا وافيا عن عملية التطعيم المرحلة الأولى والثانية. وهناك بعض الصعوبات تتمثل في تأخير وصول جرعات التطعيم وشكوى أصحاب المواشي من أن العملية تتم في فصل الحرارة، وذلك مما يؤثر سلبا على المواشي. وخلال زيارتها لعدة فرقان على بعد 50 كيلومتر من مدينة سار، اجتمعت أمينة الدولة في الإنتاج الحيواني إلى طلبات وشكاوي أصحاب المواشي، حيث طالبوا بإنشاء مدارس لتعليم أبنائهم، وكذلك صعوبة سقي مواشيهم في النهر لوجود الحدائق والمزارع على طول ضفاف النهر، مما يسبب أحيانا احتكاكا مع المزارعين. فاطمة كودبي دعت أصحاب المواشي إلى تقديم مواشيهم لعملية التطعيم، وأكدت أن المواشي من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني. هذا وقد حصلت ولاية الشرق الأوسط على 50,000 جرعة لتطعيم أكثر من 4,500 رأس من المواشي في المرحلة الثانية.